حملوه رفعا على الأجياد، ما بقى مثل جده الصيب طاري الجيس، تعدو على قرى العوادي، تعدو على قرى العوادي، وسروا في نسائه حاسرات، يا لقومي بين الرجال بوادي، وتراها يا خيرة الله في السيف، وستر الوجوه منها الأيادي، جبريل يصرخ في السماوات العليا، مات الجواد اللي من الضامن بقي، تاسع اولاد شمات يا زهره الحزينه، وجسمه يا زهره بالسموم موزعينه، ليتش حضرتي عقب مو عقب ما غمض عيونه، وحدة يلوج بمهجته عند المنية، ما حد حضر لي يا زهرة من الأحباب، وحدة يلوج بحجرته مغلوقة الباب، والجسم متورم من السم والقلب ذاب، ما حد حضر عنده وسقى قطرة أمي، موتت أولاد شيام بتولة تشعب الروح، مسموم هذا وذاك يم حسين مذبوح، وانت عليهم يا حزينة لازم النوح، ليل ونهار وفي صباح الحش والعشية، أويلي شبان شبان يم حسين وغصون رطيبة، ما واحد إلا وانقصف عمره غصيبة، وانت عليهم لابسة ثوب المصيبة، ثوب المصيبة، واليوم في بغداد يا ست النساوين، في تاسع الأولاد لوع قلبي شلبين، تاسع اليمة وخازن علوم النبي، وباب المراد الملتجي للجعفري، لأن البتولة في قبرها تصيح معلوم، بالأمس في طوس الرضا مسموم، واليوم باقي البقية من الضامن مات مسموم، وأنا علينا أصب بقبري عزيز، إلا ناصبة لابسة حلة الأحزان، للي برض بغداد واللي في خراسان، والفي المدينة والذي في أرض كوفان، واللي تفانوا فيه طفوف الغاضري، وش عندك يا ابن فايز؟ قال فرقت يا دهر الخنا،
صارت الأمجاد فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيبة حوت لابا برض الطف لو برض الغريب منهم أسامر وبغ مش لك عليهم